وضع السيطرات وضع مزري يقيد المواطن في الحركة، يعني لا فائدة منها. يعني أولا تأخير للمواطن العراقي، وخاصة السيطرات المهمة داخل العاصمة، هناك تشاهد أرتال من السيارات والمواطن يتذمر الوصول إلى عمله وإلى دائرته. وأتصور أن هذه هي يعني من السلبيات التي يتضايق منها المواطن. هناك سيطرة الرشيد، وهناك سيطرات كثيرة قريبة إلى بغداد تعرقل المواطن العراقي في الوصول إلى عمله. المواطن البسيط الآن يتشكى من هذا التأخير وهذه السلبيات الموجودة في السيطرات. المفروض أن يفتحوا هذه السيطرات، أن تكون الانسيابية الحركة للمواطن، لأنه لا فائدة منها هذا التأخير الكبير والمسب بحق المواطن العراقي. أتصور أنه هذه انتفت الحاجة منها، تفعيل الجهد الاستخباري وإلغاء هذه السيطرات، لأنه هذه هي طامة كبرى للمواطن وهي لا تقدم شيئا إلا التأخير وإلى السلبيات وإلى الازدحامات، وهي صيد سهل للإرهابيين في القيام بأعمال إرهابية من هذه الازدحامات التي مل المواطن العراقي من هذه السيطرات ولا جدوى منها، بل بسبب التأخير وبسبب الحالة المزرية التي هي مع الأسف الشديد هو الضحية المواطن العراقي الذي لا حول له ولا قوة. من خلال قناة النهار الفضائية أوجه سؤالي لجان السيطرات على هالإزدحامات هذه. احنا مو ضد السيطرات ولا ضد التفتيش، التفتيش هذا واجب لحمايتنا، ولكن الكلام بدون فائدة ويا السائق. سيارة اللي يشكون بها الرقم مالها تطبق على صفحة وتفتشها، ما عنده شيء يطلع، عنده شيء تلزمه، بس مال تخبطه تبقى واقف وتسد الشارع، ومريض اكو او سيارات اسعاف او سيارات حريق، ما توصل للهدف اللي هي تريده باسرع وقت. فاحنا نطالب تسهيل الامور للمواطنين ولسواق السيارات، ما يصير ازدحام وسد الشارع، تفتيش على العين وعلى الراس، ولكن مال اجي ابقى احكي ويا السايق بدون داعي والورا يدق هورن ويتضر السيارات، سيارة الحريق والأسعاف والسيارات المسؤولين فيتضايق. فعلينا أن هذا هالازدحام نقضي عليه. شلون نقضي عليه؟ بأن ما نكون نفسنا بشيء ما يعنينا، أوقف بالسيطرة السيارة اللي أشك بها أطبقها على صفحة وأفتشها، اللي ما أشك بها ما عدا شيء تطلع، ما أخلي الزحام حتى سيارات الأسعاف والحريق توصل للمكان. طبعا نتفاجأ يوميا بقرارات بما يخص موضوع السيطرات وموضوع العوائق المرورية الموجودة في الشارع. يعني احنا نستبشر من نشوف شارع اليوم مشوله من عنده سيطره، نقول الحمد لله بناء الشارع صار اسلك من قبل بوجود السيطره، لان تعرف كل الناس عندها ارتباطات والتزامات ودوام، والموظفين كذلك. يعني شنو ذنب الموظف يطلع الساعه بالستة دي يوصل الساعه بالثمانية ونص او بالتسعة؟ يعني انا وحده من الوحدات دوامي في الكراده وبيتنا بالبياع، من البياع للكراده تقريبا استغرق ساعه ونص الى ساعتين بسبب سيطرة موجودة على جسر الجادرية. يعني هذه السيطرة إذا أقل ما تريد تستغرق بها عبورها ساعة، أقل من ساعة، يعني هذا فشيء من المعجزات. يعني أنا أتصور بين موضوع وضع السيطرات وشيل ورفع السيطرات، هذا موضوع يعني اليوم الشارع مشغول به وماخذ جسم من تفكيره، ومن أهم العوائق اليوم اللي يواجهها المواطن العراقي موضوع السيطرات. يعني أنا أتمنى بأن تجددون، يعني إحنا صار تقريبا أكثر من 10 سنين ينادونا ب يعني وضع حلول بديلة للسيطرات، وضع معالجات أخرى تحل من موضوع الزحامات المرورية
والعوائق التي تعيق المواطن. بس أنا عتبي إسه السيطرة موجودة، عتبي على الموجودين داخل السيطرة. اليوم إذا كانت هنالك سيطرة أو يعني مشتبه به أو سيارة مشتبه بها أو مثلا بعض يعني استكمال إجراءات السائق مثلا السنوية أو الباج أو الهوية الموجودة للسائق للكشف عنها، ليش ما يعني أكو مواقف موجودة داخل السيطرة للتفتيش؟ ليش تبقى السيارة واقفة وتعيق السيارات الباقية وبالتالي المواطن متأذي بالدرجة الأساسية؟ يعني أتمنى يا إما تعالجون موضوع السيطرات برفعها أو إيجاد البدائل، أو يعني أضعف الإيمان هو متابعة السياقات الموجودة داخل السيطرة بصورة صحيحة. طبعاً اليوم مشكلة كبيرة نعاني من عدها احنا كمواطنين اللي عنده معاملة، اللي عنده فت شغلة يكملها ببقيت، يعني شوف الزحامات يعني ما تقدر يعني، واكثرية مسوي الزحامات اللي عنده واحد يسلم عليه، اللي عنده قرايب وما شافه اللي يطبق على الصفحة. يعني إذا عندك شغلة اطبق على الصفحة سلم عليه، عندك حكاية وياه، عندك موضوع وياه، مو توقف بنص الشارع وراها العالم كله تزدحامات عليك، وإضافة أنه راح تضيع الوقت عليك وعلى اللي ناس اللي عندها شغل اللي عندها دوام، إضافة لأنه يعني أكثر يعني نشوف أكثر التقاطعات هو يعني بعض الشخصيات أيضا تمر يعني مسوي الزحام ما في الطريق على لا أبالي بي ولا يشعر أيضا بحس أي مواطن كان. أول واحدة نطلع من الصبح نجي للمستشفى مال الجملة العصبية، ما نصال غير حوالي ساعتين 3 ساعات بس بالطريق. هم يقولون تعالوا من وقت شوية، من وقت أين الوقت؟ هو الاستحامات كثيرة ما لحج. فلما نصل هناك نقص باصات، نقص بثلاثة، وقال لا نوب قصوا بالخمسة. يا به مو قصينا هذا، دي قلت من ام الفال على بالخمسة. قالوا لا الا باصين، شلون يصير عمي باصين؟ يعني اللي ما عنده يروح يجدي، شلون والله بهالحالة هذه؟ بس سولفونا بهالسوالف هذه ورحم الله ودكم. لكن مسعور بالمستشفى كون اكو لحتى في سبيل نقول له يا به شنو السبب؟ احنا بالنسبة ان جاي على المستشفى مال دولة، والدولة علم على العين والرأس، ما محتاج الفقير تاخذ 5 ومنها 3 8، زين إذا هو بجيبه 10 أو 20 ألف. قال للدكتور روح جيب حب أو جيب دواء من برا ما عدنا. لما نقول ما عدنا بهالحالة هذه فلوس ما عنده، هو ما عنده، لما ما عنده ايش راح يسوي بهالحالة؟ راح يرجع كما جاء كما رجع، بلاش كل شيء ماكو. أنا مواطن من مدينة الكاظمية، طالع من الصبح لهسه، عندي معاملة ببغداد، الشوارع كلها الزحامات، يعني ما أعرف الدولة شو وقت توضع حل لهاي المسألة. الدولة اللي دا تسويه دا تجيب الضخ سيارات وتجيب الضخ تبيع أرقام والناس تجيب وتشتري وما تفكر بالزحامات. ما أعرف يعني سوينا حل هاي المشكلة، يعني نظل إحنا هيك يومية متأخرين لو عن الدوام لو عن نظل ساعة بالسيطرة، والسيطرة طبعا كل شيء ما تسويه بس يحكي وياك ويروح الله وياك، بس يسولف ويروح. ما أعرف يعني شنو الحل من هاي السسمة المشكلة. في البدء جزيل الشكر لقناة النهار عراق لهذه التغريدة الصباحية لحل مشكلة هموم المواطنين. نعم بالتأكيد هناك الاختناقات في الازدحامات في شوارع بغداد تعيق حركة المواطن ورجوعه إلى ذهابه إلى المكان المعين كدائرة حكومية
لم يقدر باستطاعته العبور من الرصافة إلى الكرخ أو الكرخ من الرصافة بسبب الازدحامات. الكثير أنا اليوم كثير طالب من ما يقارب الساعة السادسة صباحا لوصول إلى إحدى الدوائر المعينة بسبب الازدحامات الساعة 10 ولم أصل لحد الآن بسبب كثرة الازدحامات. يعني هذا الازدحامات من الذي يكون وراء معالجة هل عملية بغداد أم دائرة مديرية المرور العامة؟ هناك اختناقات بكثرة، هناك جلب الصبات بكثرة في 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 بغداد واختناقها ولد ازدحامات كثيرة، ولم يقدر المواطن على إنجاز شيء معين سواء كان مريض أو سواء كان مراجعة الدائرة. نعم نتمنى هذا يكون الحل، هو يكون نصب عين الحكومة والعمليات بغداد والمرور العامة.